يا ويلي من هالذي تخطب وتتلهف شجية تشبه علي الكرار بالفاضة وحكي، تشبه علي الكرار سجعتها ونثرها على يزيد تجر ولا سمعا تهرها. يا هذه عجيبة بالعجل كشفوا خبرها، يقولون عندي يزيد نسوى خارج، قالوا خوارج خوارج، والذي وقفت خطيبة هزت المجلس هاي مسبية وغريبة، يقولون اسمها زينب ومن أرض طيبة، وحسين أخوها اللي انذباح بالغاطر. طبت هند طبت هند مغضبة وكاشف الراس، سبت يزيد وظلت تخاطب الجلاس، هل واقفة تخطب ما هي زينب يا هالناياس، من بيت عز وكرم وأعظم هاشم. بعد بعد يا يزيد هالراس اللي يلوح باب داري، هذا ما هو راس الصبط صفوة الباري، والواقفات بمجلسك والدميع جاري، كلهن خوات حسين عز الهاشم. وزينب تفرغ بالاسماع ابكار الافكار، من جوهر الهادي ومن خالص الكرار، قلبة الراس العام وابن الطاغي احتيار، وانكشفت اسراره وتبين كفر ميه.